السلام عليكم يا شباب، معاكم كريم عماد من تيم بنتاجرام، والنهارده باذن الله هشرح موضوع سكريننج تيست اللي هي الفحوصات الاختباريه. يلا بينا نبدا يا شباب بالديفينيشن بتاع كلمه سكريننج تيست. والديفينيشن بيقول انها طريقه اكتف، اكتف بمعنى اننا مثلا بنختار مجموعه من الناس وبنعمل عليهم الفحوصات دي. يبقى كده انت فهمت من كلامي اننا احنا اللي رحنا للناس دي، عشان كده السكريننج تيست دي عمليه اكتف مش باسيف. مش باسيف لان هي لو باسيف احنا اللي بنستنى الناس عشان ايه؟ عشان تيجي. بعدين ممكن يجي فيها سؤال، سكريننج تيست تعتبر ايه؟ اكتف بروسس، لان احنا بنختار مجموعه من الناس وبنعمل عليهم الايه؟ الفحوصات دي، اند نوت باسيف، مش باسيف. تمام. طيب، والهدف من السكريننج تيست هو الكشف المبكر ايرلي ديتكشن للامراض اللي مش ظاهره بس موجوده في المجتمع اللي هو ظاهريا سليم، اللي هي كلمه apparently healthy. apparently healthy يعني معناها ان المجتمع ده ظاهريا سليم، ما عندوش امراض، ما فيش اي اعراض ظاهره، بس هو عنده امراض والامراض دي لسه ايه؟ ما عملتش اعراض، فاحنا عايزين نكتشفها ايه من بدري، اللي هو early detection. يبقى السكريننج تيست هدفها ايه؟ early detection او ايه of disease. ولو حد فاكر من ال levels of prevention كنا قلنا ان المجتمع اللي هو ظاهريا سليم اللي هو apparently healthy عشان نكشفه بنستخدم له ايه؟ بنستخدم له السكريننج تيستس. السكريننج تيستس دي بقى بتفضح المجتمع اللي ظاهريا سليم اللي هو باين من بره ان هو سليم، تمام؟ لانها بتكشف الامراض الايه؟ اللي مش ظاهره ولا عامله اي اعراض على ايه؟ على حد. وقلنا ان السكريننج تيست بالاس، يعني سكريننج بالاس، يبقى انهي مستوى في البريفنشن اللي هو ايه؟ الاجابه السكندري بريفنشن. يبقى سكندري بريفنشن اكبر واهم استراتيجيه فيه اللي هي الايه؟ السكريننج تيست، اللي هي بتكشف الامراض ايه؟ من بدري. بس خلي بالكم من حاجه يا شباب، السكريننج تيست دي مش تشخيصيه، وعشان هي مش تشخيصيه ما نقدرش على اساسها نبدا او نعمل انيشيت لاي علاج. يعني ما تقدرش ان انت من سكريننج تيست مثلا تدي لشخص علاج. ليه بقى؟ لان مثلا عندنا مثال على السكريننج تيست اللي هو البي اس اي اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، والبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين ده يعتبر واحد من السكريننج تيست، نتيجته بتبقى بوزيتيف لو الشخص عنده سرطان في البروستاتا. تمام، كلام جميل. بس اكتشفوا كمان ان ساعات نتيجته بتعلى وبتبقى بوزيتيف لو في اي تضخم في البروستاتا. فكده في الحاله دي يبقى نقدر نبني تشخيص ولا لا؟ لا، ما نقدرش نبني تشخيص، لان هو بيطلع بوزيتيف في اكتر من حاله. بيطلع بوزيتيف لو الشخص عنده سرطان في البروستاتا، وممكن كمان يطلع بوزيتيف لو الشخص ما عندوش سرطان في البروستاتا بس اي عنده مجرد تضخم بسيط اللي هو ايه؟ البناين بروستاتيك هايبربليجيا. وكلنا عارفين ان البناين بروستاتيك هايبربليجيا ده تضخم في البروستاتا بيحصل عند الرجاله بسبب التقدم في العمر، ولكن ما يعتبرش سرطان. فهل البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين لو عملته لحد وطلع بوزيتيف اقول له خلاص بقى انت هنبدا بقى نعالجك وممكن نحتاج نعمل لك عمليه وكده عشان ده سرطان؟ لا، ما اقدرش اقول له كده، لان البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين مش دقيق، لانه من السكريننج تيست، والسكريننج تيست هي مش اكيده 100% وما نقدرش نعمل بيها تشخيص وما نقدرش ايه ندي بيها علاج. عشان كده هنا هو قال لك ان السكريننج ات از ا ميجر، السكريننج تيست ميجر استراتيجي اوف سكندري بريفنشن. زي ما اتفقت معاك، والسكريننج تيست دي استراتيجيه مهمه في ايه؟ في السكندري بريفنشن، ولكن ليست كافيه ان احنا نعمل بيها تشخيص، تمام؟ ومش كافيه ان احنا ايه نعمل بيها علاج، لان زي ما شرحت لكم مثال مثلا البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين ده يعتبر واحد من السكريننج تيست، ومع الاسف بيطلع بوزيتيف في حالات كتير. فساعتها بقى ما تقدرش ان انت تقول الحاله دي اكيد عندها سرطان في البروستاتا ولا ما عندهاش. تمام كده يا شباب؟ طبعا احنا عرفنا ان السكريننج تيست يا شباب دي حاجه اكتف، يعني احنا اللي بنختار الناس ونروح بنفسنا نعمل لهم ايه؟ الفحوصات دي. فالاختيار بقى يا شباب بيكون ليه نوعين، يعني لما بنيجي نختار الناس بنختارهم بطريقتين، والطريقتين دول اللي هم التايبس اوف سكرين. ايه بقى الطريقتين؟ اول طريقه اسمها ماس سكريننج. ماس سكريننج اللي هي معناها فحص الجمهور. فحص الجمهور دي بنختار فيها كل افراد المجتمع اللي هو هول بوبيوليشن. يبقى ماس سكريننج اللي هو فحص الجمهور بختار ايه؟ كل افراد المجتمع على اختلاف بقى اعمارهم وكده، وببدا اعمل لهم ايه؟ السكريننج. طيب النوع الثاني بقى اسمه سيلكتيف سكريننج. سيلكتيف سكريننج يعني معناها فحص انتقائي. فحص انتقائي يعني بنختار مجموعه معينه من المجتمع، مش بنختار المجتمع كله، لا، بنختار مجموعه معينه، والمجموعه دي اسمها هاي ريسك. هاي ريسك مقصود بيها ان هم مثلا مجموعه معرضين لريسك فاكتور معين، زي مثلا عمال شغالين في مصنع ليد. لو في عمال شغالين في مصنع ليد فهم معرضين لريسك فاكتور ان هم طول الوقت ايه بيتعرضوا للليد، وممكن يحصل لهم ايه؟ ليد توكسيستي. فمثلا احنا بنختار الناس دول بس، العمال دول بس اللي شغالين في مصانع الليد، ونبدا نعمل عليهم ايه؟ سكريننج. يبقى انت كده عملت سيلكشن او سيلكتيف. سيلكتيف يعني
انتقيت مجموعة معينة من المجتمع وهتبدأ ايه تعمل عليها الايه الفحوصات. ما خدتش المجتمع كله، لا اخترت مجموعة معينة اللي هي اسمها ايه هاي ريسك. هاي ريسك يعني معرضين لخطر معين اكتر من غيرهم، لان طبعا اللي شغالين في مصنع الليد معرضين اكتر للليد من الناس التانية اللي هم بعاد عن مصانع الليد. اي سكريننج تيست في الدنيا يا شباب بيجاوب عليك بكلمة يس او نو، وياس دي تساوي كلمة دي تساوي بوزيتيف، يعني معناها ايوه الشخص ده ممكن يكون عنده المرض. ولاحظ ان انا قلت كلمة ممكن، ممكن لان السكريننج تيست زي ما اتفقت معاكم في الاول يا شباب مش اكيدة 100% وما نقدرش نبني بيها تشخيص. طيب الطريقة التانية اللي ممكن يرد بيها عليك السكريننج تيست انه يقول لك كلمة نو. نو يعني الشخص ده نيجاتيف، نيجاتيف يعني ممكن ما يبقاش عنده المرض ده. طيب في حالة لو الشخص نيجاتيف اللي هو التيست طلع نيجاتيف، يعني معناه ان الشخص ده ممكن ما يبقاش عنده المرض، بنضطر نكرر السكرينينج تيست تاني عشان نتأكد من النتيجة اللي طلعت أول مرة هي طلعت صح ولا لا، اللي هي كلمة ريسكرين. ريسكرين يعني معناها إعادة فحص، فإحنا بنعمل إعادة فحص طالما التيست طلع أول مرة نيجاتيف، بنعمل إعادة فحص عشان نتأكد هل هو فعلا كان نيجاتيف ولا السكرينينج تيست مثلا ما كانش دقيق أو اتعمل فيه حاجة غلط، فإيه فالنتيجة ما طلعتش صح. تمام، فلو التيست طلع نيجاتيف بنعمل ايه على طول ري سكرين، يعني ايه اعادة فحص. طيب انما بقى لو التيست طلع بوزيتيف يعني الشخص طلع ايجابي يعني احتمال يكون عنده المرض، بننقله للمرحلة اللي بعديها اللي هي اسمها دايجنوستيك بروسيجرز. ودايجنوستيك بروسيجرز اللي هي الاجراءات التشخيصية. الاجراءات التشخيصية شباب بتأكد لك 100% ان الشخص ده عنده المرض فعلا ولا هو سليم. مثال على كده، احنا مثلا عملنا سكريننج تيست لشخص، تمام، واكتشفنا ان هو الكوليسترول عنده عالي. طيب هو عنده الكوليسترول عالي، تقدر تقول لي هو عنده مرض في القلب ولا لا؟ هتقول لي لا طبعا، ما في ناس عندها كوليسترولها عالي بس ما عندهاش امراض في القلب. تمام، يبقى ساعتها بقى هو كده طلع بوزيتيف. طلع بوزيتيف يعني الكوليسترول عنده طلع عالي، بس انت بقى عايز تشوف هو عنده مرض في القلب ولا لا، تنقله لايه؟ تنقله للمرحله الاعلى من السكريننج تيست اللي هي اقوى من السكريننج تيست اللي هي اسمها دايجنوستيك بروسيجرز، الاجراءات التشخيصيه. الاجراءات التشخيصيه بقى نعمل له فيها ايه؟ نعمل له بقى الاي سي جي. الاي سي جي ده يعتبر دايجنوستيك بروسيجر، اجراء تشخيص، لان الاي سي جي بقى هيوريك فعلا هو عنده ايه مشكله في القلب ولا لا، لان الاي سي جي بيشخص امراض القلب اغلبها، يعني بيشخص المايكارديال انفاركشن، بيشخص الانجينا، بيشخص الاريزميا، بيشخص امراض كتير، وبيقول لك فعلا الشخص عنده المرض فعلا ولا لا. يعني بعد نتيجه الاي سي جي ما بتطلع الدكتور فعلا بيبني عليها التشخيص ويديك علاج على اساس، لان الاي سي جي ده دايجنوستيك بروسيجر مش سكريننج ايه تيست. تمام، فلما الشخص يطلع النتيجة بتاعت السكريننج عنده تطلع بوزيتيف، بننقله للمرحلة الأعلى اللي هي الإيه؟ الإجراءات التشخيصية اللي هو إيه؟ دايجنوستيك بروسيجرز. اللي هي بقى الدايجنوستيك بروسيجرز بتقول لك حاجتين. الدايجنوستيك بروسيجرز بتقول لك يا إما الشخص أن أفكتد، أن أفكتد يعني هو سليم، يعني مثلا كوليسترول عالي بس لما جينا نعمل له اي سي جي وكده لقينا ان قلبه سليم ما فيهوش اي حاجه، فده معناه ان الشخص ده ان افكتد. ان افكتد يعني صحته سليمه 100% بعد ما عملنا له الايه الدايجنوستيك بروسيجر. طيب لو هو ان افكتد خلاص بنسيبه، وبعد كده بعد فتره نرجع نعمل له ريسكرين، نعمل له اعاده فحص. ليه؟ لان هو الكوليسترول مثلا عنده عالي ممكن بعد فتره ده ايه يعمل تصلب شرايين او حاجه، فعشان كده الشخص اللي هو سليم مش بنسيبه بقى كده اللي هو الان افكتد اتاكدنا خلاص بالدياجنوستيك ان هو 100% سليم، لا مش بنسيبه، بنرجع بعد فتره نعمل له ايه اعاده فحص. تمام، طيب انما بقى لو الدياجنوستيك بروسيجرز قالت لك ان الشخص ده افكتد يعني عنده مرض، يعني مثلا بعد ما عملنا له اي سي جي اكتشفنا عنده مثلا مايوكارديال انفاركشن، ساعتها بقى بتعمل حاجه اسمها انترفنشن. انترفنشن يعني تدخل طبي، بنديله بقى ادويه، عمليات جراحيه، ايا كان. تمام، فلو الدايجنوستيك بروسيجرز قالت لك ان الشخص ده مصاب بمرض خلاص ساعتها بقى ايه، لان الدايجنوستيك بروسيجر تقدر تبني على اساسها تشخيص وعلاج، ساعتها بقى ايه تعمل ايه الانترفنشن ان انت ايه تتدخل ايه طبيا. طيب ايه هي العوامل اللي تناسب السكريننج تيست يا شباب اللي هي فاكتورز ابروبريت فور سكريننج؟ اول حاجه ان احنا نستخدم السكريننج تيست دي للمشاكل الصحيه المهمه اللي هي امبورتنت هيلث بروبلم. والمشاكل الصحية المهمة دي مشاكل لازم ان احنا نكتشفها من بدري قبل ما تعمل اعراض وكومبليكيشنز وتتعب البيشنت. طيب تاني حاجة برضو نفس الحاجة الاولانية، ان السكريننج تيست دي بنركز على الامراض اللي هي بتأثر على جودة حياة الشخص اللي هي الكواليتي اوف لايف، اللي هي الامراض مثلا اللي ممكن تخلي الشخص يتغيب عن العمل او ما يروحش جامعته او ما يروحش مدرسته. فطبعا احنا عايزين نكتشف الامراض دي من بدري قبل ما توصل للمرحلة دي وتأثر ايه على الشخص. طيب تالت حاجة
ان المرض اللي هنعمل له سكريننج يكون مرض انتشاره عالي، يعني ليه هاي بريفالنس، يعني معدل انتشاره عالي، لاننا مش هينفع نختار مثلا ناس من المجتمع ونيجي نعمل لهم اختبارات، والاختبارات دي بندفع عليها فلوس، وفي الاخر نكون بندور على مرض مش منتشر، فيطلع من كل اللي فحصناهم ولا واحد عنده المرض، يبقى كده صرفنا ايه فلوس على الفاضي. طيب رابع حاجة ان التاريخ الطبيعي للمرض اللي هو الناتشرال هيستوري اوف ديزيز يكون مفهوم، والتاريخ الطبيعي اللي هو كنا قلناها قبل كده معناها العلاقة ما بين المرض والهوست، الهوست ده اللي هو البيشنت اللي هو مستضيف المرض، والبيئة، البيئة اللي عايش فيها المرض نفسه اللي هي البكتيريا او الفيروس، والهوست اللي هو المستضيف اللي هو البيشنت، تمام؟ ولو فهمنا العلاقة دي اللي هي شبه المثلث اللي هي فيها ثلاث نقط، ثلاث نقط انهي الثلاث نقط دول يمثلوا ايه؟ المريض والمرض والبيئة، ساعتها بنعرف التاريخ الطبيعي للمرض وبنفهم المرض نفسه ايه وشغال ازاي. لان انا مثلا لما افهم ان المرض ده بينتشر نتيجة الاوفر كراودنس، يعني مثلا التيوبركلوز واحدة من الحاجات اللي ممكن تنشر تيوبركلوزس اللي هو التكدس، فانا دلوقتي عرفت مثلا ان التكدس بينشر التيوبركلوزس، فانا هعيش الناس في انفايرومنت ما يكونش فيها تكدس، يكونوا فيها بعاد عن بعض. ده حاجة على سبيل المثال، مثلا قدرنا نفهم من الناتشرال هيستوري اوف ديزيز المرض ماشي ازاي، تمام؟ طيب ده هيفيد في السكريننج تيست؟ اه طبعا هيفيد جدا في السكريننج تيست، لان لو في مرض مش فاهمين قصته اللي هو تاريخه اللي هو التاريخ الطبيعي بتاعه، مش هنعرف ندور عليه اصلا ولا نكشفه بالسكريننج تيست، وساعتها برضو السكريننج تيست كده ملهاش اهميه. فالشرط الرابع قبل ما نعمل سكريننج تيست ان التاريخ الطبيعي للمرض لازم يكون مفهوم عشان نبقى عارفين احنا بندور على ايه. يعني ما هو انت لو مش عارف تاريخ المرض عمرك ما هتعرف هو بينتشر ازاي ولا بيمشي ازاي، فمش هتعرف تدور عليه، تمام؟ طيب الشرط الخامس ان المرض يكون فترة حضانته طويلة، long latency period، وده معناه ان المرض بياخد وقت طويل على ما تبان اعراضه، ودي اصلا فكرة السكريننج تيست انها بيتعمل على ايه، على ناس ظاهريا صحتهم تمام بس المرض عندهم في فترة الحضانة لسه ما ظهرش، فبنكتشفه بالايه بالسكريننج تيست عشان ايه نعالجهم بدري قبل ايه ما يعمل اعراض وكومبليكيشنز. اما لو مرض فترة حضانته قصيرة اللي هي short latency period، يعني اعراضه بتظهر مثلا بعد ساعات من الاصابة بيه، ساعتها السكريننج تيست بقى ملهاش لازمة لان المرض ظهر وخلاص نقدر نشخصه من الاعراض على طول، ايه من غير ما نعمل سكريننج تيست ونصرف بقى فلوس، تمام؟ يبقى برضو واحدة من الفاكتورز مهمة نحفظها ان السكريننج بيتعمل للامراض اللي فترة ايه حضانتها طويلة، لان المرض اللي فترة حضانته طويلة مش ظاهر فانا عايز اظهره بالسكريننج تيست. انما لو مرض فترة حضانته قصيرة وبيظهر عليك على طول، طب ايه اللازمة بقى، ملهاش لازمة ان انا اعمل سكريننج، يعني هو اوريدي الاعراض ظهر عليك تقدر تتشخص من الاعراض على طول، تمام؟ طيب الشرط السادس ان السكريننج تيست يتعمل للامراض اللي ليها علاج فعال، لان تخيلوا معايا مثلا السيناريو ده، لو رحنا مثلا نعمل سكريننج تيست ل 1000 شخص وبعد كده اكتشفنا ان عندهم ان مثلا 300 من ال 1000 دول عندهم ايه برونكوجينيك كارسينوم، وطبعا لازم نبلغهم بالمرض اللي عندهم، وبعد ما بلغناهم كان ردهم علينا طب وايه الحل، يعني نعمل ايه بقى عشان نخف من البرونكوجينيك كارسينوما، نقوم احنا بقى ردين عليهم احنا ما عندناش علاج، بقى كده ايه فايدة السكريننج تيست اللي اتعمل اذا كان اصلا ما فيش علاج للمرض؟ فبالتالي انت كده ايه كأنك دفعت فلوس على الفاضي، عملت لهم سكريننج تيست على الفاضي وقلقت الناس على الفاضي وخوفتهم، قلت لهم انت عندكم برونكوجينيك كارسينوما، وفي الاخر جيت قلت لهم ايه معلش بقى احنا بعناكو، بقى طلع ما فيش علاج. يا سلام، سيناريو يعني بصراحة محرج جدا يعني. فما ينفعش تعمل سكريننج المرض وانت ما عندكش ايه علاج ليه. اخر معلومة بقى شباب بسيطة، بيقول لك ايه اللي هي اخر حاجة خالص دي، بيقول لك ان الكشف المبكر اللي هو الايرلي ديتكشن للمرض ده بيحسن من البروجنوزس اللي هو شفاء الكيس، يعني كل ما تكتشف المرض بدري وتلحقه قبل ما يظهر يعني كل الاعراض وكل المضاعفات بيبقى التحسن افضل، البروجنوز اللي هو تحسن الحالة بيكون ايه بيكون افضل. كده يا شباب عرفنا الفاكتورز او العوامل اللي لازم تبقى موجودة عشان نعمل سكريننج المرض معين. تعالوا بقى نشوف الـ characteristics of screening test، و characteristics of screening test يعني معناها ايه هي الصفات اللي لازم تبقى موجودة في أي screening test. أول صفة إنه لازم يكون reliable، كلمة reliable يعني معناها يمكن الوثوق فيه. تعالوا نشوفها بقى كـ definition معناها ايه. كـ definition يا شباب معناها إن نتائج الـ screening test تفضل ثابتة، اللي هي كلمة consistent، كلمة consistent أو consistency يعني معناها ثبات الإيه النتائج. طب
انا عايزها تثبت امتى؟ عايزها تثبت لما اجي اكرر التيست على نفس الشخص تحت نفس الظروف. يعني من الاخر ما اجيش اعمله مره على شخص ويطلع لي مثلا بوزيتيف واجي اعمله له تاني بعد فتره وهو لسه عنده المرض ما خفش منه، ولا ايه يقوم طالع لي بنتيجه مختلفه اللي هي الايه النيجاتيف. لا، لازم تبقى نتائجه ثابته لما نكرره على نفس الشخص اهو، when repeated on the same person، يعني نكرره على نفس الشخص تحت ايه، تحت نفس الايه الظروف. تمام. وكلمة reliable دي يا شباب في الامتحان ممكن يبدلها بكلمة repeatable أو reproducible، والاتنين نفس المعنى اللي هو قابل للتكرار مع ايه، مع ثبات الايه النتائج. يبقى كده عرفنا اول خاصية من خصائص السكرينينج تيست، انه لازم يبقى ايه reliable. نلخصها كده سريعا، reliable يعني يمكن الوثوق فيه. طيب كلمة reliable ايه الكيورد بتاعتها في الامتحان؟ انه consistent، يعني نتائجه ثابتة، ثبات النتائج. طيب consistent امتى؟ لما اكرره على نفس الشخص تحت نفس الايه، تحت نفس الظروف، ان هو لسه عنده نفس المرض يعني. تمام. طيب وكلمة reliable في الامتحان ممكن يغيرها بكلمة ايه؟ repeatable. طب اصلا كلمة repeatable يعني ايه؟ جاي من كلمة repeat اللي هو التكرار. ما هو اصلا ال reliability فكرتها في فكرة التكرار، ان التكرار يبقى ثابت. تمام. فممكن ال reliability في الامتحان ممكن يغيرها ويجيب لك كلمة repeatable يعني قابل للتكرار، او يقول لك reproducible. reproducible تساوي كلمة repeatable يعني ايه؟ قابل للتكرار. كده خلصنا اول characteristic، اول صفة. نيجي بقى للصفة التانية، انه لازم يكون valid، ودي معناها ان هو اختبار صالح للاستخدام. وعشان نقول فعلا هو صالح للاستخدام ولا لا، بنقيم بحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. والسنسيتيفيتي اللي هي حساسية الاختبار، والسبيسيفيتي اللي هي ايه نوعية الاختبار. طيب تعال نشوف بقى كديفينيشن ايه معنى كلمة sensitivity وايه معنى كلمة specificity، اللي هما المعيارين دول اللي بنقيم بيهم ايه الفاليديتي اللي هي صلاحية الاختبار. نبدأ الأول بالإيه؟ بالسنسيتيفيتي. والسنسيتيفيتي معناها حساسية الإيه؟ الاختبار. ودي معناها قدرة السكرينينج تيست إنه يبقى صحيح في اكتشاف الحالات البوزيتيف. تمام؟ الحالات الإيه؟ البوزيتيف اللي هي عندها المرض فعلا، اللي هما ترولي افكت. تمام؟ يبقى السنسيتيفيتي معناها إيه؟ هنا بقى يا شباب هتشيل كلمة probability وتحط مكانها كلمة ability. يعني هي هنا بس مكتوبة probability، بس أنت شيل كلمة probability وغيرها بكلمة ability. يبقى ايه معنى كلمة sensitivity؟ هي قدرة الاختبار ان هو يطلع الناس البوزيتيف ويكونوا فعلا بوزيتيف، يكونوا فعلا truly affected، يعني معناها يكونوا فعلا بوزيتيف، يعني يكون فعلا المرض ده عندهم. يبقى ده معنى كلمة ايه؟ sensitivity. وهتشيل هنا كلمة probability وتحط ability. هتقولي طب ليه اشيلها؟ عشان probability هتيجي في حاجة تانية قدام هقولها لك، مش دلوقتي. تمام. فانت بس كلمة probability شيلها هنا وحط مكانها ايه؟ كلمة ability. ادي معنى كلمة sensitivity. طيب ايه معنى كلمة specificity؟ specificity بقى عكس السنسيتيفيتي. تمام. specificity بتقول لك قدرة الاختبار، ability to test to ability of test. تمام. to correctly identify negative among truly unaffected. يبقى ال specificity بتطلع لك الناس النيجاتيف اللي هم ما عندهمش المرض، وهم فعلا ما عندهمش الايه المرض، وهم فعلا truly unaffected. طب احنا بنتأكد ازاي؟ زي ما قلت لكم يا شباب، لازم بعد السكريننج تيست بنعمل حاجة اسمها diagnostic procedures اللي هي الإجراءات التشخيصية. والإجراءات التشخيصية دي هي بقى اللي فعلا بتأكد أو بتنفي، وتقول لك 100% فعلا الشخص عنده المرض ولا 100% لا ما عندوش المرض. تمام. فقبل ما بنعمل الدايجنوستيك بروسيجر احنا بنعتمد على السكريننج تيست، ونشوف بقى لو لقينا ان السكريننج تيست ده يعني بيطلع الحالات كلها صح. يعني هنا مثلا قال برضو ايه، قرر السنسيتيفيتي، قال لك ان السنسيتيفيتي ايه، is the test detecting true cases of disease. true cases of disease يعني معناها ايه كلمة true cases؟ يعني البوزيتيف يبقى affected فعلا، يعني يبقى عنده المرض، يعني يعني هو طلع بالسكريننج تيست بوزيتيف، وبعد ما عملنا له الدياجنوستيك بروسيجر الاجراءات التشخيصية طلع بوزيتيف برضه. يبقى كده هنا الايه دي معنى كلمة sensitivity. طيب امتى بقى يبقى sensitivity ideal؟ ideal يعني كلمة ideal يعني مثالي. يعني ايه اختبار مثالي؟ يعني 100% صح. تمام. امتى السنسيتيفيتي تبقى 100%؟ عشان دي ممكن تيجي سؤال في الامتحان، امتى السنسيتيفيتي تبقى ايديال 100%؟ لو 100% من الحالات ديتكتد. تمام. يعني ايه 100% من الحالات ديتكتد؟ كلمه كيس هنا، كلمه كيس هنا تساوي ترولي افكتد، يعني معناها شخص عنده المرض. تمام. يبقى انت لو قدرت ان انت كل، يعني لو قدر السكريننج تيست ان كل الناس اللي هم الكيسز اللي عندهم المرض فعلا يكشفهم، يبقى ده ايه التيست ده السنسيتيفيتي بتاعته 100%. لان احنا قلنا السنسيتيفيتي يعني ايه؟ يعني معناها انك تكتشف البوزيتيف ويطلع فعلا عنده الايه، عنده المرض ترولي افكت. تمام. يبقى ده معنى كلمه سنسيتيفيتي، ان هو 100% من الحالات ديتكتد. تمام. لو 100% من الحالات ديتكتد يبقى ده ايه السنسيتيفيتي بتاعته 100%، يعني اختبار في السنسيتيفيتي مثالي. طيب
طب انا عايزه بقى كمان يبقى مثالي في السبيسيفيتي، تمام؟ عشان يبقى مثالي في السبيسيفيتي بقى انتوا تقولوها. احنا قلنا سبيسيفيتي يعني ايه؟ سبيسيفيتي يعني النيجاتيف يطلع فعلا نيجاتيف، يبقى كلمة نيجاتيف يطلع فعلا نيجاتيف تساوي كلمة اكسكلودينج. كلمة اكسكلودينج يعني معناها ان انت بتستبعد، تمام؟ ف specificity is the test excluding those without disease، يعني معناها هل المرض فعلا قدر ان هو يستبعد الناس اللي هم فعلا ما عندهمش المرض، اللي هم truly non affected، تمام؟ طب امتى اقول ان ال specificity 100%؟ اقول انها 100% لو 100% من ال non cases، ال non cases يعني اللي ما عندهمش المرض are negative، يعني فعلا ايه طلعوا بالتيست نيجاتيف، يعني التيست يقول ان ده نيجاتيف واجي اعمل له دايجنوستيك بروسيجر يطلع نيجاتيف فعلا، يبقى التيست ده السبيسيفيتي بتاعته ايه 100%. يبقى ايه هما المعيارين اللي انا بحدد بيهم الفاليديتي اوف تيست؟ السنسيتيفيتي والايه والسبيسيفيتي، تمام كده شباب؟ وعرفنا السنسيتيفيتي معناها ايه. السنسيتيفيتي ان البوزيتيف يطلع فعلا ترولي افكت، اللي هو ديتكت ترو كيس اوف ديزيز. وامتى يبقى 100%؟ لو 100% من الحالات ار ديتكت، وعكسها السبيسيفيتي بقى ايه في الكلام، تمام؟ ده الفرق بين سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي. طبعا يا شباب اغلب السكريننج تيست مش 100%، يعني مش ايديال، يعني ما فيش سكريننج تيست غالبا هيطلع النتائج كلها صح، يعني ما فيش سكريننج تيست هيقول لك ان فعلا كل الناس اللي هم البوزيتيف فعلا يطلع، يعني السكريننج تيست مثلا ممكن يطلع شخص بوزيتيف بس نيجي بقى بالاجراءات التشخيصيه نلاقي ان هو لا مش بوزيتيف ولا حاجه، فالسكرينينج تيست بتغلط، يعني السكرينينج تيست بتغلط عادي، لكن اللي ما بيغلطش الاجراءات التشخيصيه، تمام كده؟ طيب نيجي بقى لحاجه اسمها البي في بوزيتيف والبي في نيجاتيف. كلمه بي في تساوي كلمه بريدكتيف فاليو. بريدكتيف فاليو يعني معناها القيمه الايه التنبؤيه. القيمه التنبؤيه دي يا شباب هي دي بقى كلمه probability. يبقى عشان كده هنا لما قلت لكم شيلوا probability، عشان ايه؟ probability دي ما تنفعش في ال definition بتاع sensitivity. امال تنفع في definition ايه؟ تنفع في definition كلمة predictive value اللي هي يعني معناها قيمة تنبؤية. طب القيمة التنبؤية بقى في منها ال positive وال negative، تمام؟ طيب positive، positive يبقى probability اللي هي احتمالية اللي هي to be affected among ايه test positive. يبقى ال PV positive اللي هي ال predictive value positive دي متعلقة بإيه؟ بال sensitivity. ما احنا قلنا sensitivity ان هو ال positive يطلع ايه affected، يطلع ايه affected يعني فعلا عنده الايه المرض، تمام؟ طيب عكسها بقى ال PV negative. PV negative متعلق بال specificity اللي هو ايه probability ان الناس ال unaffected اللي ما عندهمش المرض يطلعوا فعلا ايه negative. طيب نخلي بالنا بقى من حاجة شبه، لو جه سؤال في الامتحان بيقول لك عشان تختبر اللي هو ال validity، الفاليديتي انهي معيارين بيكشفوها؟ السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي ونقطه دي كده الفاليديتي. طيب لو جه بقى في الامتحان قال لك ايفالويشن اوف سكريننج تيست، دي كلمه عامه، كلمه ايفالويشن يعني تقييم للسكريننج تيست از هول ككل. عشان تقيم السكريننج تيست كله مش هتقيمه بسنسيتيفيتي وسبيسيفيتي بس، لا هتقيمه بسنسيتيفيتي وسبيسيفيتي وبوزيتيف بريدكتيف فاليو اللي هي بي في بوزيتيف، والبي في نيجاتيف اللي هي نيجاتيف ايه بريدكتيف فاليو. يبقى ايفالويشن اوف سكريننج تيست اربع حاجات: سنسيتيفيتي، سبيسيفيتي، بوزيتيف بريدكتيف فاليو، ونيجاتيف ايه بريدكتيف فاليو، تمام؟ يبقى كده عرفنا الفرق ما بين فاليديتي والايفالويشن، تمام؟ وعرفنا الفاليديتي ليها معيارين بس والايفالويشن اربع معايير، وعرفنا يعني ايه بوزيتيف بريدكتيف ونيجاتيف بريدكتيف، تمام؟ كده احنا ايه الحمد لله خلصنا اللي هي الايه الخاصيه الثانيه او اللي هي الصفه الثانيه يعني من صفات الايه السكريننج تيست اللي هي الفاليدي. طيب ثالث بقى صفه ان لازم السكريننج تيست يبقى ان اكسبنسيف. ان اكسبنسيف يعني ما يكونش غالي، يكون رخيص. The cost of screening and case finding should be economically balanced in relation to medical care as a whole. يعني ايه؟ يعني معناها احنا طبعا زي ما قلت لكم بنروح ندور على الحالات، تمام؟ فاللي هي اسمها كيس فايندنج، يعني احنا لما بنيجي نعمل سكريننج تيست بنروح ندور على الحالات اللي هي كيس فايندنج. فانا وانا بروح ادور على الحالات ما ينفعش ان انا مثلا ايه ادور على حالات مثلا تكون في بلد تانية بعيدة عن البلد بتاعتي، لان انا كده هصرف فلوس كتير، تمام؟ والسكريننج تيست نفسه ما ينفعش يبقى غالي، لان هو لو غالي تكلفته هتبقى عالية ومش هقدر اعمله للناس كتير، تمام؟ فانا اصلا السكريننج تيست انا بحتاج اعملها على اشخاص كتير عشان ايه اتاكد ان كلهم ايه الدنيا معاهم ماشية زي الفل، تمام؟ فعشان كده واحدة من صفات السكريننج تيست انه ما يبقاش غالي، يبقى ان اكسبنسيف يكون رخيص، تمام؟ من ناحية ايه؟ من ناحية التيست نفسه، الفحص نفسه يكون تكلفته مش عالية، والكيس فايندنج كمان اللي هو ان انا الاقي حالات يكون ايكونوميكلي بالانسد، يعني اقتصاديا موفر،
ومتوازن، تمام؟ ليه بقى؟ لان خلي بالك الناس اللي هتعمل لهم سكريننج لازم هتقدم لهم ميديكال كير. يعني افرض مثلا عملت سكريننج وطلع مجموعه من الناس اللي عملت لهم سكريننج عندهم امراض، هتسيبهم بقى كده خلاص انا اكتشفت عندكم المرض وتقوم سايبهم وماشي؟ لا، اكيد لازم هتقدم لهم رعايه طبيه. فانت لازم توفق الفلوس ما بين الحاجتين، ما بين انك تعمل سكريننج وما بين الفلوس اللي هتتصرف على الرعايه الطبيه، لانك هتديهم ادويه، هتعمل مثلا سيرجيكال بروسيجرز، الحاجات دي برضو هتاخد فلوس. فانت لازم يكون في بالانس، توازن، تمام، ما بين الرعايه الطبيه وما بين ايه تكلفه السكريننج والكيس فايندنج. عشان كده لازم السكريننج نفسه يبقى رخيص، لانه لو غالي انت كده هتيجي على الميديكال كير مش هتعرف تقدم ايه رعايه طبيه. طيب اخر بقى صفه انه اكسبتابل تو بيبل، يعني الناس توافق انها تعمل السكريننج تيست ده. بس نيجي بعد كده يا شباب لسؤال مهم اللي هو وير دو وي سيت ذا كات اوف فور سكريننج تيست، يعني امتى بنوقف السكريننج تيست. وعشان نجاوب على السؤال ده بنفكر في حاجتين. اول حاجه مدى اهميه ان في حالات ما تتكشفش، اللي هي مكتوبه في اول سطر importance of not missing a case. و importance of not missing a case بنفكر بقى في حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي جوه importance of not missing a case؟ اول حاجه اللي هو خطوره المرض، seriousness of disease. طبعا لو في مرض خطير، تمام، المرض الخطير ده ما ينفعش ان احنا نوقف السكريننج تيست، لان احنا عايزين نكتشفه من بدري ونعالجه قبل ما يعمل مضاعفات ومشاكل، تمام. تاني حاجه بقى likelihood of rescreening. likelihood of rescreening اللي هي احتماليه ان الشخص يعمل اعاده فحص. طبعا لو الاحتماليه عاليه ان الشخص يعمل اعاده فحص، خلاص مش مشكله لو وقفنا السكريننج تيست دلوقتي وعملنا له اعاده فحص بعد فتره مثلا ونكتشف عنده الايه المرض، تمام. يبقى لو likelihood of rescreening عاليه، لو الشخص يعني احتماليه انه يعمل اعاده فحص عاليه، خلاص مش مشكله ان احنا ايه نوقف السكريننج تيست. انما لو الاحتماليه قليله ان هو يعمل اعاده فحص، لا نفحصه بقى عشان ايه نكتشف عنده الايه المرض، تمام كده، او ما نوقفش الايه السكريننج تيست. يبقى دي اول حاجه بنفكر فيها اللي هي importance of not missing a case، وقلنا الايه الحاجتين اللي جوه. طيب نيجي بقى للايه للحاجه الثانيه اللي بنفكر فيها اللي هي اسمها الفولس بوزيتيف. ايه بقى قصه الفولس بوزيتيف يا شباب؟ انا زي ما قلت لكم مع الاسف السكريننج تيست بتبقى مش دقيقه 100%. يعني ساعات السكريننج تيست تطلع واحد بوزيتيف، تقول لك ان ده بوزيتيف عنده المرض، بس نيجي بقى ندخله في المرحله الاعلى اللي هي اللي اسمها الدايجنوستيك بروسيجرز، نكتشف ان هو طلع ما عندوش المرض ولا اي حاجه. يعني هو في السكريننج تيست مريض، لكن بالدايجنوستيك بروسيجرز سليم و100% وما فيهوش حاجه. فدي اسمها فولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف يعني واحد طلع بوزيتيف بالسكريننج تيست بس هو في الحقيقه مش بوزيتيف. فولس يعني في الحقيقه، في الحقيقه ايه مش بوزيتيف. يبقى ده معنى كلمه فولس بوزيتيف. طبعا موضوع الفولس بوزيتيف ده ليه تاثيرات كتير. يعني ايه ليه تاثيرات كتير؟ طبعا انت مثلا لما تيجي تقول لمريض مثلا بعد ما تعمل له البي اس اي اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، قلنا ان ده يعتبر واحد من السكريننج تيست، لما تيجي تعمله للمريض ويطلع بوزيتيف عند المريض وتيجي تقول له ده في احتماليه ان انت يكون عندك سرطان بروستات، هو حالته هتبقى عامله ازاي؟ يعني هل هيبقى سعيد وفرحان ولا اكيد هيجي له قلق، انكزايتي، خوف؟ فطبعا السكريننج تيست برضو ساعات بنوقفه في الحالات دي، اللي هو لو السكريننج تيست هيطلع في مرض معين الفولس بوزيتيف هيطلع لي ناس كتيره فولس بوزيتيف. يعني مثلا في سكريننج تيست معينه لما بتتعمل بتقوم مطلعه حالات كتيره عندها المرض وهم في الحقيقه ما عندهمش المرض ولا اي حاجه. طبعا ده بيكون ليه امباكت، امباكت يعني تاثيرات، وانت لازم تفكر بقى في التاثيرات دي. يبقى انت قبل ما بتوقف السكريننج تيست بتفكر في تاثيراته من ناحيه النتائج بتاعته اللي هي النتائج الفولس بوزيتيف. لو لقيت ان هو بيطلع نتائج كتيره فولس بوزيتيف، تعرف ان النتائج دي هتاثر على الاشخاص، هتعمل لهم انكزايتي يعني خوف وقلق، وغير كده كمان هتخلي الناس دي بقى تروح تدفع فلوس اكتر انها تعمل تيستينج وفحوصات اكتر عشان ايه تتاكد. فانت لما تيجي تقرر انك توقف سكريننج تيست لازم تشوف تاثيره من ناحيه ان هو بيطلع ارقام كتيره ايه فولس بوزيتيف، بيطلع لك حالات كتيره فولس بوزيتيف، وتعرف ان دي ليها تاثيرات على التوتر والقلق بتاع المريض، واللي هو الايه ان المريض يضطر يعمل ايه فيرذر تيستينج يعني فحوصات بعد كده. يعني بعد كده يا شباب بيعمل لك مقارنه ما بين السكريننج تيست والجولدن دايجنوستيك تيست. جولدن دايجنوستيك تيست اللي هي تساوي كلمه دايجنوستيك بروسيجرز اللي انا كنت عمال اقولها في الاول، وقلنا ان الدايجنوستيك بروسيجرز بتشخص لك المرض 100%، تقول لك ان ده فعلا عنده المرض او فعلا ما عندوش الايه المرض. طيب نشوف بقى الفروقات ما بين السكريننج تيست والايه والجولدن دايجنوستيك تيست. اول حاجه السكريننج تيست يا شباب بتتعمل على الناس اللي هم apparently healthy او apparently normal، زي ما قلنا في الديفينيشن فوق ان السكريننج تيست انا بعمل للpopulation اللي هو apparently healthy، المجتمع فيه ناس والناس اللي عايشه فيه صحتهم باين لي من بره انها كويسه،
فانا بقى بعمل السكريننج تيست عشان اكتشف الامراض اللي مستخبيه عندهم واشخصها من بدري. يبقى السكريننج تيست بتتعمل على الناس الايه الابيرنتلي نورمال اللي هم ظاهريا طبيعيين، اما الدايجنوستيك تيست بتتعمل على البيشنتس على المرضى. يبقى الدايجنوستيك تيست بتعمل على ايه البيشنت، هو اوريدي الدايجنوستيك تيست ده واحد جاي لي بيقول لي انا عملت مثلا سكريننج تيست وطلع مثلا ان انا عندي الكوليسترول عالي، طلع مثلا عندي البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين عالي، فبنقله بقى على المرحله اللي هي الدايجنوستيك تيست. فالدايجنوستيك تيست بتتعمل على المرضى البيشنتس اللي هم سيكينج ان اكسبلانيشن فور ايه فور سيمتومز دي هاف، يعني بتتعمل على مرضى. الدايجنوستيك تيست بتتعمل على مرضى وظهر عليهم اعراض وهم عايزين يفهموا الاعراض اللي ظهر عليهم دي سببها ايه، هل الاعراض دي فعلا من مرض ولا دي حاجه طبيعيه. طيب الدايجنوستيك تيست يا شباب are ordered by a physician، يعني الدايجنوستيك تيست دي عشان تعملها لازم دكتور هو اللي ايه هو اللي يطلبها، تمام؟ و often require specialized equipment and are time consuming، يعني دايما الدايجنوستيك تيست يا شباب بتحتاج وقت وكمان بتحتاج اجهزه مخصصه، زي مثلا لما اقول لك السي تي سكان، زي مثلا لما اقول لك الام ار اي، زي مثلا لما اقول لك الاي سي جي، ما كل دي محتاجه specialized equipment عشان تتعمل وبتحتاج وقت، وكمان لازم قبل ما تعمل الحاجات دي تبقى انت well prepared يعني مجهزينك كويس، تمام؟ فده اللي هي الايه الدايجنوستيك تيست. يبقى الدايجنوستيك تيست اوردرد باي فيزيشن، يعني دكتور اللي بيطلبها، وبتحتاج سبيشاليزد ايكويبمنت وايه وتايم كونسيومنج يعني بتستهلك وقت. لكن السكريننج تيست تيك اونلي ا فيو مينيت، يعني السكريننج تيست دي بتبقى بسيطه كده ومش بتحتاج وقت طويل، دي بتحتاج دقايق بس عشان تتعمل. ونيد نو ابوينتمنت، يعني ايه نيد نو ابوينتمنت؟ يعني مش محتاج مثلا ان انت تبقى متفق على ميعاد معين عشان تعمله، لا ممكن نعمله لك في اي وقت عادي. اند ريكواير مينيمال ايه بريباريشن، يعني مش محتاجه تحضيرات زي مثلا ايه التحضيرات اللي بتتعمل ايه في الدايجنوستيك بروسيجر زي مثلا اي سي جي. ساعات مثلا بيكون لازم المريض متحضر لو هو ستريس اي سي جي وهيجري على تريد ميل اللي هي المشايه، لازم يكون المريض بريبيرد مجهز كويس، ما يجيش يجري مثلا يحصل له حاجه وهو بيجري على المشايه، تمام؟ ده الدايجنوستيك تيست بتحتاج جود بريباريشن. لكن السكريننج تيست السكريننج لا مينيمال بريباريشن، يعني محتاجه ايه اعداد بس اعداد بسيط، ده اللي هو السكريننج تيست. طيب وخلي بالكم من حاجه يا شباب، الجولدن دايجنوستيك تيست تكلفتها دايما بتبقى اغلى، الجولدن دايجنوستيك تيست عشان بنستخدم فيها معدات سبيشالايزد يعني معدات خاصه، فعشان كده الجولدن دايجنوستيك تيست بتبقى تكلفتها عاليه. لكن السكريننج تيست لازم تبقى تكلفته قليله، وحتى كنا قلناها فوق في الكاركترستكس في صفات السكريننج تيست، كنا قلنا ان السكريننج تيست لازم تبقى ايه ان اكسبنسيف يعني مش غاليه، تبقى تكلفتها قليله. طيب السكريننج تيست يا شباب بتتعمل على مجموعه زي ما قلنا فوق، السكريننج تيست يا اما تتعمل ماس بوبيليشن يا اما سيلكتيف، بنختار مجموعه ونعمل عليهم الايه الايه السكريننج تيست. يبقى السكريننج تيست بتتعمل على جروب، اما الدايجنوستيك تيست بتتعمل على ايه سنجل بيرسون على شخص واحد، يعني بعد ما بنعمل سكريننج يطلع لي مثلا 100، خلاص باخد ال 100 دول مثلا اللي هم انا شاكك عندهم امراض وامسك واحد واحد بقى اقعد اعمل له ايه الدايجنوستيك تيست، تمام؟ يبقى الدايجنوستيك دي بتتعمل ايه لسنجل بيرسون، لان انا ما اقدرش اعمل دايجنوستيك لكل الناس، ده انا كده هصرف فلوس كتير وكده هحتاج ان انا اعمل بريباريشن كتير ومحتاج سبيشاليزد ايكويبمنت كتير. فالدايجنوستيك تيست ابلايد تو سنجل، لكن السكريننج عشان مش مكلفه وسريعه وسهله خلاص يبقى applied to ايه to group. طيب screening test is insufficient for diagnosis and ايه to initiate treatment. طبعا screening test يا شباب زي ما اتفقنا مش دقيقة، فعشان هي مش دقيقة فغير كافية ان انا اعمل بيها تشخيص وغير كافية ان انا ايه ابدأ اعالج بيها الايه المرضى، تمام؟ على عكس الدايجنوستيك تيست او الجولدن دايجنوستيك تيست، الدايجنوستيك تيست بتبقى كافيه جدا ان انا اعمل بيها ايه تشخيص وان انا اعمل بيها ايه علاج. خلاص زي ما قلت لكم مثلا لو انا عملت الام ار اي خلاص انا عرفت المرض اللي عندك، لو عملت سي تي سكان عرفت المرض اللي عندك، لو عملت اي سي جي خلاص عرفت المرض اللي عندك اقدر اعالجك بقى ايه على طول. طيب نيجي بقى لحاجه اسمها انكيوبيشن بيريد يا شباب، وانكيوبيشن بيريد بالعربي اللي هي فتره الحضانه، كلنا عارفين معناها ايه بالعربي. طيب فتره الحضانه دي ايه؟ دي المده ما بين دخول الايجنت ليك، الايجنت ده اللي هو البكتيريا او الفيروس، تمام، وبدايه المرض اونست اوف انس بدايه المرض، يعني هو مثلا دخل لك النهارده تمام بس الاعراض بدات تظهر عليك بعد اسبوع، يبقى كده فتره الحضانه ايه اسبوع، تمام؟ يبقى ده معنى كلمه incubation period interval between the time of contact، كلمه time of contact تساوي entry of agent، الاثنين يساوي بعض في المعنى، اللي هو امتى دخل لك البكتيريا او الفيروس ده او الحاجه يعني ايا كان، مش شرط بكتيريا او فيروس لان الايجنت ممكن يكونوا حاجات كتير، وامتى بقى ايه بدا يظهر عليك المرض. يبقى المده ما بين الاثنين الانتري والانست هي دي الانكيوبيشن بيريد. طيب الانكيوبيشن بيريد برضو ليها طريقه تانية بنقولها بيه، ان هي دي المده او الوقت
اللي محتاجه البكتيريا او الفيروس عشان يعمل مالتيبليكيشن جوه جسمك، عشان يتكاثر ويزود من نفسه جوه جسمك. تمام، طبعا هو في الاول بيقعد يزود من نفسه ويتكاثر جوه جسمك لغايه ما بيوصل عند نقطه معينه بنسميها الثريشولد بوينت. النقطه دي بقى لو وصل لها ساعتها بقى تبدا تظهر عليك الاعراض. تمام، يبقى دي اسمها الايه، الانكيوبيشن بيريد. يبقى تاني حاجه او تاني تعريف الانكيوبيشن بيريد اللي هي المده اللي محتاجها المايكرو اورجانيزم اللي هو البكتيريا او الفيروس عشان يعمل مالتيبليكيشنز جوه جسمك، عشان يقعد يتكاثر كتير جوه جسمك. تمام، لغايه اما يوصل لنقطه اسمها ثريشولد بوينت. وكلمه ثريشولد يا شباب دايما يعني معناها اقل حاجه، اقل حاجه يعني هو محتاج يتكاثر قد ايه لغايه اما ايه، اما يوصل ايه لاقل حاجه عشان تبدا عندك تظهر الاعراض. هم قصدهم كده يعني، هل مثلا محتاج يتكاثر مثلا 1000 مره ولا 2000 مره ولا 3000 مره، يعني اقل حاجه يقدر يوصل لها عشان خاطر ايه يبدا يظهر عليك ايه اعراض. تمام، يبقى within the host up to a threshold point. تمام، where the parasitic population، parasitic population قصده بيها بقى البكتيريا او الفيروس. يعني البكتيريا او الفيروس، في حد يقول لي لا ده ازاي دول مش باراسايتس، لا بس هو هنا كلمه باراسايت اصلا بالانجلش يعني معناها متطفل، فهو قصده ان البكتيريا او الفيروس ده دخيل على جسمك، متطفل على جسمك. تمام، فهو عايز يقول لك بقى ايه، up to a threshold point where the parasitic population اللي هي البكتيريا او الفيروس تقدر تعمل مجتمع كافي جوه جسمك. تمام، large enough يعني مجتمع كافي انه يبدا يظهر عليك ايه اعراض. يعني هل هو محتاج يتكسر 1000 مره على بال ما تظهر عليك اعراض، ولا احتاج 2000 ولا 3 ولا 4، خلاص اللي هي ايه اسمها threshold point. طيب الانكيوبيشن بيريد يا شباب ليها اهميه ابديمولوجيكال، كنا قلناها في الابديمولوجيكال variables and cycles، وكنا قلناها ايه يعني بشكل متفرق شويه، يعني في كل حته كده كنا بنقول الانكيوبيشن بيريد ممكن تفيد في ايه، بس هو هنا بقى راح مجمعها في سلايد واحد. طيب ايه هي بقى الاهميه الابديمولوجيكال بتاعت الانكيوبيشن بيريد؟ اول حاجه ان في فتره الانكيوبيشن دي ممكن نعمل للمريض بريفنشن من المرض خالص، ان هو ما يتنقلش من مرحله الانكيوبيشن ويروح لمرحله السيمتومز، لا ده احنا في فتره الانكيوبيشن دي نعمل له وقايه ان هو ايه ما يجيلوش سيمتومز ايه خالص، او على الاقل نعمل اميليوريشن للايه للمرض. اميليوريشن يعني نحسن من صوره الايه المرض. طيب ازاي بقى بنعمل الموضوع ده؟ لو انتوا فاكرين يا شباب كنا قلنا مثلا ان في الامراض اللي هي اللونج انكيوبيتوري بيريد اللي هي الامراض اللي فتره حضانتها طويله كنا بندي فاكسينز، تمام، اللي هي اللقاحات، والفاكسينز دي كانت بتعمل ايه سلو بات سترونج اميونيتي، يعني مناعه بطيئه بس مناعه قويه، دي في الامراض اللي هي ايه كان فتره حضانتها طويله. اما الامراض اللي فتره حضانتها قصيره زي مثلا الدفتيريا وبيطلع توكسينز وكده، احنا عايزين نلحقه بقى قبل ما تظهر عليه اعراض، فكنا بنديله على طول الايه اللي هو الانتي بوديز على طول، يعني بنديله ريفورمد انتي بوديز. تمام، والانتي بوديز دي ايه بتقعد في جسمه فتره كده عشان ايه تخلصه من الدفتيريا على طول من قبل ايه ما تحصل عليه ايه اعراض. تمام، فهو هنا بقى قال نفس الكلام ده، بيقول لك ان احنا اول اهميه لفتره الانكيوبيشن ان في الفتره دي ممكن نعمل اجراءات وقائيه، تمام، عشان خاطر نمنع حدوث المرض او حتى نحسن ايه من سرعته. وبعد كده قال لك لو في مرض فتره حضانته قصيره اللي هي انكيوبيشن بيريد بتاعته شورت، بندي حاجه اسمها باسيف اميونيتي. باسيف اميونيتي اللي هو معناها ان احنا بنديك الانتي بوديز على طول، خلاص، عشان الانتي بوديز دي على طول تخلصك من المرض. انا لسه مش عايز مش هستنى جسمك ان هو يعمل انتي بوديز وياخد اسبوعين وثلاثه يكون المرض ايه لحق يتمكن من جسمك، لا هو طالما مرض فتره حضانته قصيره وبيظهر على طول اللي هو زي الدفتيريا مثلا، لا الحقك باسيف ايه اميونايزيشن او ايه او بيسموها برضو ايه كيمو بروفيلاكس. تمام، ان انا بديك دراجز معينه، ادويه معينه تعمل لك ايه بروفيلاكس وقايه. طيب لو الانكيوبيشن بيريود طويله، لو الانكيوبيشن بيريود از لونج، بندي بقى الاكتيف اميونايزيشن على شكل ايه فاكسينز. تمام، طيب يبقى دي اول حاجه في الامبورتس، اول حاجه في الاهميه. طيب تاني اهميه ان في الانكيوبيشن بيريود دي يا شباب بيبقى الشخص تحت الملاحظه، تمام، وهو تحت الملاحظه نقدر نعمل ديتكشن للمرض از ايرلي از بوسيبل، يعني نقدر ديتكت المرض سريع سريع. طبعا لو الشخص حصل له المرض خلاص ساعتها بقى مفيش اي وقايه ولازم نعمل له حاجه اسمها ايه او نديله حاجه اسمها البرومبت تريتمنت. برومبت تريتمنت يعني معناها العلاج السريع، ان احنا بقى نعالجه بسرعه عشان ايه الاعراض ظهرت اوريدي، بس انا عايز بقى ايه اخفف الاعراض عشان ما توصلش السيمتومز لمرحله الايه الكومبليكيشنز. تمام، يبقى اول نقطه انت مش عايز اصلا السيمتومز تظهر. تاني نقطة اوريدي هو خلاص هو احنا حاطينه تحت الملاحظة، بس احنا ايه اكتشفنا المرض من بدري، فطالما اكتشفنا المرض من بدري يبقى اوريدي فيه شوية سيمتومز خفيف، فاحنا بقى نلحق نديله ايه التريتمنت سريع سريع عشان قبل ما الايه ما الكومبليكيشنز ما تظهر. يبقى دي تاني نقطة. طيب تالت أهمية بقى إن ساعات في أمراض بتبقى dangerous disease، أمراض خطيرة بالنسبة للناس اللي هي إيه بتسافر،
تمام. طيب بالنسبة للناس اللي هم بيسافروا، طبعا عارفين النقطة دي، ان في بعض الامراض تمام زي مثلا الكوليرا واليلو فيفر، لما حد بيبقى جاي من بلد معينة، البلد دي مثلا اليلو فيفر فيها انديميك، يعني اليلو فيفر متوطنة في البلد دي، فهو جاي لنا باليلو فيفر تمام. طيب هو جاي لنا باليلو فيفر، نسيبه كده يخش مثلا يقعد في مصر عادي وسط الناس ويعدي الناس؟ لا، بنعمل له حاجة اسمها كورنتين. كورنتين اللي هو الحجر، بنحجره كده فترة خلاص لغاية ما نتأكد ان فترة الانكيوبيشن بيريود دي عدت على سلام وما ظهرش المرض عليه. لو خلاص عدت فترة الانكيوبيشن بيريود تمام، خلاص ده كده مستحيل يجيله المرض، لان هو كل مرض احنا بنبقى عارفين الانكيوبيشن بيريود بتاعته قد ايه. فلو فترة الانكيوبيشن عدت من غير ما الشخص يظهر عليه المرض، خلاص بنخرجه من الحجر ونقول له خلاص بقى ايه، قضي ايه رحلتك اللي انت ايه هتقضيها في مصر او زيارتك او كده تمام. فهو هنا بقى في النقطة الثالثة ايه، بيقول لك ان في بعض الامراض الخطيره traveling of exposed individual is prohibited during a incubation period، يعني هو في فتره الحضانه ممنوع اصلا ان هو ايه يسافر الا لما ياخد الايه الفاكسين اللي هو يبقى immunized يعني تمام. لان هو لما هياخد الفاكسين خلاص هو كده يعني مش هيعدي الناس بقى تمام. طيب والامراض دي بنسميها quarantinable diseases، يعني الامراض اللي هي ايه امراض الحجر زي اليلو فيفر والكوليرا تمام. هو بقى بيقضي فترة الحجر دي او الانكيوبيشن تمام لغاية ما نتأكد ان هو سليم وخالي من المرض تمام، وساعتها ايه نخرجه من الحجر. وبرضه قبل ما بيسافر بياخد الايه الايمونايزيشن، بياخد الفاكسين تمام، عشان ايه نطمن ان هو ايه بعد الحجر برضه ممكن مثلا ايه يعني احتمال يكون عنده حاجه بسيطه ينقلها لاي حد، فلازم ان هو ايه برضه يكون ايمونايزد تمام. يبقى في امراض معينه بتكون خطيره لازم الشخص يكون فيها ايه ايمونايزد. طيب نيجي بقى للاهميه الرابعه، it can be utilized to trace source of infection، يعني ايه؟ يعني معناها ودي طبعا الدكاتره اللي بتعرفها بسهوله، اي مرض ليه انكيوبيشن بيريد الدكتور بيبقى عارف، يعني الدكتور بيبقى عارف مثلا البكتيريا دي بتقعد قد ايه على بال ما تظهر، على بال ما يظهر اعراض المرض، وكل بكتيريا معروف، حتى الفود بويزنينج نفسه الدكتور بيبقى عارف كل بكتيريا ممكن تقعد قد ايه على بال ما تظهر عليك الايه الاعراض تمام. فالانكيوبيشن بيريد دي ممكن نستخدمها عشان نعرف السورس اوف انفكشن، اللي هو المرض ده جالك منين، جالك من اكل، جالك من ميه، جالك مثلا من فيسز، جالك حسب هو جالك من ايه تمام. فالانكيوبيشن بيريد دي it can be utilized، نقدر نستخدمها عشان نعرف السورس اوف انفكشن اللي هو مصدر العدوى، ده بكتيريا فيروس كده يعني. طيب اخر حاجه بقى واخر اهميه في الانكيوبيشن بيريد، انكيوبيشن بيريد can be also used in estimating the prognosis of a disease. لا عايزين نفهم بقى معناها ايه. في امراض معينه يا شباب لما بتيجي ونلاقي ان المرض ده قعد فتره طويله انكيوبيشن بيريد طويله على بال ما يظهر اطول من الطبيعي بتاعه، بنعرف ان الشخص ده مناعته كويسه لان هو خد وقت كتير على بال ما عمل مالتيبليكيشن كافي ان هو ايه يظهر عليك الايه الاعراض. فعشان كده طالما الشخص ده مناعته كويسه بنبقى مطمنين نوعا ما ان تحسن المرض عنده هيكون ايه كويس، اللي هو البروجنوز اوف ديزيز تمام. يبقى الانكيوبيشن بيريد في بعض الامراض مش في كل الامراض ممكن ان احنا نستخدمها عشان ايه نحسب البروجنوز اوف ديزيز، او نقول هل الشخص ده تقدمه في اللي هو الشفاء من المرض هيبقى كويس ولا لا. يبقى هي دي الاهميه او الابديمولوجيكال امبورتانس بتاعت الايه الانكيوبيشن بيريد. نيجي بقى لاخر حاجه يا شباب اللي هي البيريد اوف كوميونيكابيلتي، والبيريد اوف كوميونيكابيلتي مقصود بيها المده اللي بيكون فيها المريض معدي للي حواليه، يعني معناها المده اللي بيكون فيها المريض بيطلع الاورجانيزم او بيعمل له اكسكريشن تمام. طبعا المده دي يعني ما بنقدرش نحددها بسهوله لان ممكن ان المريض يبقى انفكشوس من ساعه الايه الانكيوبيشن بيريد، يعني في امراض مثلا بيكون المريض مش ظاهر عليه اي اعراض وهو لسه في الانكيوبيشن بيريد بس عمال ينقل للناس اللي حواليه عادي وهو مش ظاهر عليه اي اعراض ولا اي حاجه تمام. فهي البيريد اوف كوميونيكابيلتي اول حاجه بيقولها لك it is the period during which the patient is infectious، هي دي المده اللي بيكون فيها المريض بيعدي اللي حواليه تمام. طيب اللي هي انهي مده برضو مقصود بها المده اللي هي الايجنت begins to be excreted، يعني ايه الايجنت مقصود بها البكتيريا او الفيروس، هي المده اللي فيها البكتيريا او الفيروس بيطلعوا بره الجسم. طب هو البكتيريا والفيروس يطلعوا ازاي بره جسمك؟ عن طريق العطس او الكحه او الحاجات دي، كل دي طرق بتطلع الاورجانيزم بره جسمك او بتخلي الايجنت اللي هو البكتيريا والفيروس يطلعوا بره جسمك يحصل لهم اكسكريت. فطول المده دي اللي انت عمال تكح وتعطس فيها انت انفكشوس، هي دي بقى اسمها البيريد اوف كوميونيكابيلتي، انت عمال تنقل للناس اللي حواليك.
طيب وال period of communicability دي صعب ان احنا نحددها، مش زي ال incubation period. يعني ال incubation period الحمد لله موثقة في الكتب ومكتوبة، حتى يعني في المايكرو لو انتوا فاكرين كنا كل ما نذاكر مرض يقوم قايل لك مثلا مش عارف بكتيريا كذا، ال IP اللي هي ال incubation period بتاعها يقول لك مثلا 2 to 3 days، يقول لك مثلا اسبوع. فال incubation period سهلة وموثقة، لكن ال period of communicability difficult to be determined، يعني صعب ان احنا نحددها. ليه بقى صعب ان احنا نحددها؟ لان بيقول لك ان عموما generally او يعني عايز يقول لك في اغلب الامراض it precedes the onset of symptoms. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك ان ال period of communicability دي بتبدا قبل ظهور الايه؟ الاعراض. يعني ايه بتبدا قبل ظهور الاعراض؟ زي ما قلت لكم ان ممكن انت تبقى في فتره الحضانه اللي هي الفتره قبل ظهور الاعراض وانت عمال تنقل المرض للناس الايه؟ اللي حواليك، تمام؟ فهو بيقول لك it generally precedes ايه؟ onset of symptoms. فاحنا ما بنبقاش عارفين بقى مثلا هو المريض جاله مثلا يعني دخل له البكتيريا النهارده، تمام؟ وفتره حضانه البكتيريا دي مثلا اسبوعين. هو بدأ ينقل من امتى؟ احنا مش عارفين، ممكن يكون بدأ ينقل مثلا من اليوم الخامس يعدي الناس اللي حواليه، ممكن بدأ يعدي من اليوم السادس، من اليوم السابع. هو احنا عارفين الانكوبيشن بيريد اسبوعين ومكتوبه في الكتب ان البكتيريا دي الانكوبيشن بيريد بتاعها اسبوعين، لكن امتى بقى بدأ يعدي اللي حواليه؟ الله اعلم، مش عارفين، لان هو بدأ يعدي اللي حواليه قبل ما الاعراض تظهر عليه اصلا، تمام؟ طيب وممكن ال period of communicability دي الطريقة الوحيدة ان احنا نعرف بيها الشخص بدأ يعدي اللي حواليه من امتى، ان احنا نعمل عزل للايه؟ isolation ايه؟ of the agent. يعني ايه بقى نعزل الايجنت؟ ازاي نعزل البكتيريا او الفيروس؟ انك تعزل المريض نفسه. انت لما تعزل المريض نفسه تقعد بقى تحلل له، مثلا هو عطس عطس، تاخد الرذاذ وتحلله، او طلع سبيوتم، تاخد السبيوتم وتحلله، تشوف هل السبيوتم مليان بكتيريا. لو مليان بكتيريا يبقى ده لسه ايه؟ عيان وبيعدي اللي حواليه، يبقى ده لسه بيعدي اللي حواليه، لسه انفكشنز، تمام؟ فهي لو انت عايز تعرف البيريد اوف كوميونيكابيلتي تعمل ايزوليشن اوف ايه؟ اوف ايجنت. طيب ايه بقى الاهميه بتاعت الكوميونيكابيلتي بيريد؟ زي ما قلنا الاهميه بتاعت الايه؟ الانكيوبيشن بيريد. عايزين نعرف بقى الايه الاهميه بتاعت الكوميونيكابيلتي. بيقول لك ان في الفتره دي تقدر تعمل بريفنتيف ميجرز، يعني اجراءات وقائيه، تمام، عشان تمنع ان الايه المرض يتنقل لايه؟ للناس اللي حواليه. طب ازاي بقى؟ اول حاجه ان انت تعمل عزل للمريض، ايزوليشن اوف بيشنت. لازم تعزل المريض during ايه؟ period of communicability، either at home or ايه؟ at the fever hospital. يعني معناها طول ما المريض communicable، تمام، لازم ان انت ايه؟ لازم ان انت تحجزه في بيته، ما يطلعش بره بيته، او تحجزه في مستشفى الحميات، تمام؟ يبقى اهميه فتره الكوميونيكابيلتي اول حاجه ان هو طول ما المريض كوميونيكابل نعمل له ايزوليشن، يعني ان احنا نعمل له حجر، والحجر ده يا اما في بيته او في مستشفى الحميات عشان ما يعديش الناس الايه؟ اللي حواليه. وتاني حاجه disinfection of secretion and excreta of the patient during period of communicability. يعني المريض طبعا هو في فترة الكوميونيكابيلتي هو عمال يعمل excretion، عمال يعمل excretion للايجنت، عمال يطلع البكتيريا او الفيروس، بيطلعها بقى على شكل secretion، افرازات من جسمه، ممكن سبيوتم، بيطلعها عطسة، كحة، او حتى ممكن يطلعها excreta. excreta يعني اللي هو الفيسز اللي هي البراز يعني. فسواء كده او كده تعمل disinfection للحاجات دي. disinfection يعني تعمل تعقيم وراه، يعني تقعد بقى تعقم وراه، تعقم السكريشنز بتاعته وتعقم الاكسكريتا بتاعته اللي هو البراز يعني، عشان خاطر ايه؟ الحاجات دي برضو بتنقل الانفكشن، حتى لو هو في مستشفى الحاجات دي ممكن تنقل الانفكشن لايه؟ للمرضى اللي جنبيه، تمام؟ فهي دي فكرة الـ period of communicability. وكده يا شباب نكون خلصنا الـ screening tests. أتمنى يكون الشرح عجبكم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.